السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان يظهر الإسلام والصلاة لكن إذا سألناه عن معنى لا إله إلا الله قال معناها لا خالق إلا الله، فهل يعد مسلما بذلك؟ إن كان جاهلا يبين له ويشرح له، وإن كان متعمدا لا تنفعه لا إله إلا الله، ليس هذا هو معناه، هذا كذاب. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.